مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه شوف تي في. اعلنت وزاره التجهيز والماء في بلاغ لها عن تنظيم المؤتمر الوطني 11 للطرق تحت شعار اية مكان لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. وأعلنت الوزارة المذكورة وأيضا الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق عن بدء عملية التسجيل للمشاركة في المؤتمر اللي غادي تنظم من 10 إلى 12 نوفمبر 2022 بمدينة الداخلة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبحسب البلاغ فإنه يمكن أيضا للشركة كانت المهتمة ربط العلامات ديالها التجارية بالمؤتمر من خلال طلب الرعاية. وأضافت أيضا لأنها يمكن يعني لهذه الشركات يمكنها أيضا المشاركة في فضاء العرض اللي غادي تنظم بهذه المناسبة أو طلب نشر الإشهار ديالهم بكتيب المؤتمر. بهذا غادي نوصلوا نهاية هذا الخبر، تبقوا على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.